الواقع القانوني رسم طريق لمسألة حل مجلس النواب، وحل مجلس النواب أيضا ورد في تقريركم شق من طريق حل مجلس النواب، ولكنه أهمل الشق الثاني. بالحقيقة بالإمكان أنه مجلس النواب يحل نفسه بنفسه حتى بدون دعوة وطلب من السلطة التنفيذية بشقيها رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية إذا كان بطلب من السلطة التنفيذية. والطريق الآخر وهو الطريق الأول، ثلث أعضاء مجلس النواب، الفقرة أولا من المادة 64 من الدستور العراقي، ثلث أعضاء مجلس النواب، ثلث أعضاء مجلس النواب يطلب حل البرلمان وبالأغلبية المطلقة من عدد أعضاء، ويصار لهذا الأمر، وبعد ذلك تعتبر الحكومة حكومة تصريف أعمال، وهي حكومة تصريف أعمال حاليا من باب أولى، ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات جديدة خلال فترة 60 يوم. هذا الطريق الدستوري للموضوع. لكن لو ذهبنا إلى الواقع، هل ما يلوح به من إمكانية حل مجلس النواب هو حقيقة أم مجرد حديث للسياسة ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع؟ أنا أذهب مع أنه حديث مستبعد بالحقيقة، لأنه إذا كانت الكتل السياسية التي تدعو وتطرح خيار حل مجلس النواب هي جادة بهذا القول، فبالإمكان أنه حتى بدون طلب من السلطة التنفيذية أن تذهب وتحل مجلس النواب، والأغلبية هي أغلبية مطلقة يعني معتادة وليست أغلبية موصوفة وتحتاج إلى ثلثين، يعني مجرد النص زائد واحد بالإمكان حل مجلس النواب وطلب من قبل ثلث. لكن بعد مضي 7 أو 8 أشهر حتى الآن على إجراء الانتخابات وعلى نتائجها المشكوك فيها، حتى الآن كل مبادراتكم ومبادرات القوى الأخرى لم تجدي نفعا. دعنا نطلع أيضا على الرأي الدستوري والقانوني، ومرة أخرى رحب بدكتور ماجد. أهلا بكم دكتور ماجد مرة أخرى. وأود أن